دلوقتي الجبهه الوطنيه الان او يعني نقول جبهه الانقاذ مضافا اليها القوى التي خارجها، ما هو المطلوب منها؟ انا بعتبر ان الانقاذ يعني عندي مشكله شويه ان هي شايفه انها معارضه، وانا شخصيا يعني اذا بتتكلم تسالني عن رايي الشخصي شايف ان ما يصحش اصلا ان يبقى في حاجه اسمها معارضه لما يبقى في دوله، وما يبقاش في دوله الا لما نعمل دستور، وقبلها اننا نمكن شعبنا من بناء مؤسساته الى اخر، لان الدوله عندي بتبقى دوله الشعب، يعني بتبدا من حيث عطلت حقوقنا في التنظيم وبناء الجمعيات والاتحادات والاحزاب والى اخر. يبقى احنا عايز اقول الى ان يعني اقول يبقى في دستور، يبقى في دوله، يبقى في معارضه. في غير ذلك احنا والى ان يتم تاسيس دوله مهمتنا جميعا ان نشارك في بناء الدوله. ما فيش دوله اصلا، انا مش شايف ان في دوله. الدوله معناها ابناء شعبنا، ما دوله الشعب، انا بتكلم عن دوله الشعب المصري بس. يا شفيع اتفضل. لن تبنى هذه الدوله الا بهزيمه جماعه الاخوان، هو دي القضيه الاساسيه، لان الدوله كانت موجوده فاسده وراكده ومليئة بالفساد وكل حاجة، ثم بس كان عندها قدر من الاستقرار يمكنك من أن تخوض معركتك مع تجيب دستور جديد تعمل بتاع. الآن وصل الأمر أنه لا عندك أمن بفعل فاعل، لا عندك اقتصاد ولا قضاء ولا عندك أي حاجة، ولا قضاء بفعل فاعل ولا دستور بفعل فاعل ولا قانون بفعل فاعل. طيب والفاعل ده لا زال حاكما متحكما ولا امل، ما هو ده بقى نقطه من اول دقيقه وانا بتكلم خايف من ان احنا نوصل الى الهدف. ليه؟ ما فيش حاجه خوف اصلا. لا انا اللي بستدعيه في السياق ده كلام هيكل اللي ممكن اجيبه لك، يعني قصدي اقول نصيا وحرفيا، اللي بيستدعي منذ انهيار الدوله العثمانيه لم تبنى بعد ولم تؤسس دوله في تلك الساحات او أراضي لتلك الشعوب التي كانت جزءا من ده ودخلت في التقسيم بتاع سايكس بيكو إلى آخر، لم تبنى دولة أصلا. ده كلامه. أنظمة تشكلت على مع أنا بقول لك كلام على كل حاجة، أنظمة تشكلت يعني بتحكم لكن ما فيش دولة. وتعريف الدولة عندي علشان نخلص من الحكاية دي بكلمتين، هو معلوم إنها شعب على أرض في إقليم له صوت. ماشي؟ طيب ما هي صوت؟ ما هي صوت. طيب كيف يكون هناك شعب اصلا اذا قلت لك حقوقه في التنظيم؟ من وجهه نظر تنتهي. انا بالمناسبه برضه يا ريت تطول على ده، انا خدت مجموعه من المحاورات مع طارق البشري ومصطفى درويش في معنى الدوله عندهم، فلقيت ان معنى الدوله عنده ان هو جهاز ده، يعني عارف طارق البشري ودافع ازاي احنا عندنا منذ محمد علي والانجليز كانوا بيحكمونا بما يسمى المصالح الملزمه، باختصار احنا عندنا الجهاز الاداري ده بيسميه دوله. لا، الجهاز الاداري حاجه والدوله حاجه ثانيه، يستخدمها الانجليزي يستخدمها الى اخر. يعني ما اقصده هنا ان عشان يبقى في شعب اللي هو اول حاجه في مكونات الدوله اللي هو رئيسها حقه الكامل يطلق في التنظيم، اذا قلت لك حقوق في التنظيم ما بقاش في شعب علشان تبقى في دوله في هذا الشعب. يعني في شعب مفقود. ما هو ايوه هيبقى في دوله، هيبقى في نظام حاكم لكن ما فيش دوله شعب. يعني انا عايزك تحاكمني على 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 على, 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 على الادبيات بتاعتنا التي يبدو انها يعني قصدي مش بوبيلر او مش متاحه، انما احنا بنتكلم في العشر اسطر دول اللي احنا بنتداول. العيال الشباب اللي نزلوا في في في, في يناير 2011 كلهم جسدوا دم على الارض في ال 18 يوم، عمل ما كانش في مشكله عند واحد قبل واحد تاني جنبيه. اصبح الشباب هم الاكثر تاثيرا. انا بستدعي الخبره الايجابيه بتاعتهم في 2011 لان ارجو من ال 18 يوم دول كان تجسيد على الارض للجبهه الوطنيه، اشتغل المصريون جميعا معا. مين اللي عمل ده؟ الشباب. انا من روحهم دي الشاب دي.